مع المايسترو يعود لكم من جديد في هذه الأمسية الجميلة، أمسية يوم السبت 25 فيفري 2003. مرحبا بكم على موجاتكم، موجات الحياة فهم الإذاعة الأولى للصحة بالقيروان. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بجميع مشاهدينا ومستمعينا الكرام. إذن تحية عطرة طيبة لكل من عد الموجة على إذاعتنا الجميلة على 93 الحياة فهم، وعلى أيضا مستمعينا في تونس الكبرى، كل من عد الموجة على إذاعة بلاتين فهم 98.9. إذاعة بلاتين فهم تبث معنا إن شاء الله في نفس التوقيت على فريكونس 98.9 فهم. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. مايسترو جديد، مسيرة جديدة، أعمال جديدة، وإن شاء الله نقاش حلو ومنوعة حلوة تعجبكم وتعجب جميع متابعينا. عندي ضيوفي الأعزاء الكرام في الاستوديو اللي نوروا لي الاستوديو اليوم، وهما ثقتي وهما يعني مصدر فخر كبير للقيروان وللموسيقى العربية. نبدأ بالأستاذ الفنان المايسترو الكبير رياض العبدالله. أهلا وسهلا أستاذ رياض. أهلا أخويا سفيان، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، مرحبا. بارك الله فيك على الاستضافة، وإن شاء الله تتكرر وتصبح عادة محمودة. أهلا وسهلا بك، نورتنا. بارك الله فيك. إذن بارك الله فيك أستاذ رياض. نمر أيضا إلى أخونا وصديقنا وضيفنا المبجل المكرم، أخونا زهير بدوي، وهو فنان كما عرفته قبل، تونسي سوري أمريكي عربي شرقي من كل شيء، هو ولدنا وأخونا. مرحبا بك أخونا زهير. بيك عايشك، شكرا. أهلا وسهلا، نورتنا أخويا زهير. كرونيكورنا، كرونيكور العزيز مراد بشير، سلم عليكم. أهلا أخويا مراد. أهلا أخويا صوفيان، تحية ليك وتحية كل المستمعين متاعنا وكل الضيوف متاعنا. إذن ضيوفي كل ماذا بينا نقرب شوي للميكروفون كي نتكلموا باش الصوت يوصل لكل مستمعينا الكرام. إذن مايسترو جديد، مسيرة حافلة إن شاء الله باش نتناولوها مع بعضنا في باقي فقرات هذه الحصة. نغم ثم لنا عودة مع المايسترو.